نبدا في قضيه البصل والثوم. شكون اللي ما يعرفش البصل والثوم منا؟ يعني البصل والثوم، والمشكل الكبير عندنا هو ان لان البصل والثوم موجودين عندنا بكثره هكذاك نحتقروهم، ما نعطوهمش قيمه، خاطر ما جاش دواء من عند الصيدلي، ما جاش من عند شركه طبيه، فالبصل والثوم عندنا موجود كل يوم وناكلوه ومن بعد. هذا واش الناس يخموا، المشكل كبير. فهنالك دراسه سعوديه، هاو العنوان تاعها هنا، The Impact of the Onion Garlic Extract to Control Date Palm Aphids in Saudi Arabia. جربوا الثوم والمستخلصات، يعني مقطره الثوم والبصل في علاج هذه الحشرات نتاع النخل. احنا كنا بدينا نتكلموا على مشكل المواد الكيميائيه اللي يرشوا بها النخل. هما جربوا الثوم وجربوا البصل في القضايا هذه، وهذه طلعت في دراسه، طلعت في افريل 2022، يعني ما عندهاش 6 شهور من اللي طلعت. تقول لنا بان الباحثين في هذا جربوا هذا المستخلصات نتاع البصل والثوم في 3 مزرعات في حوالي في الرياض في السعوديه، واستعملوا فيها كميات قليلة جدا من المستخلصات بين 30 و20 ميكروغرام، فوجدوا بأن في 24 ساعة كثير من الحشرات نتاع النخيل تموت. شيء عجيب جدا. فعطاو النتائج تاعهم ويقولوا بأن رشوا النخيل 3 مرات ب 30 40 و50 ميكروغرام نتاع الادويه هذه مخدومه بالبصل والثوم، ووروا بان هذا الاجماع لهذا البصل والثوم صار عنده قوه قاتله كبيره ضد الحشرات نتاع النخله.